نحن اليوم بافتتاح مهرجان السينما الكردية الرابع بيتخلل تفاعل لتظاهرة الأفلام السورية. هذا النسخة الرابعة تحت شعار سينما أمل لحياة أفضل. راح نفتتح اليوم بفيلم لمخرج سوري كردي سوري محمد عبد العزيز حرائق، هو آخر نتاجات السينما السورية. بيحكي الفيلم عن معاناة مجموعة من النساء السوريات في ظل الحرب ونتائجها الكارثية على العائلة وعلى المجتمع السوري. Thank you.